كلنا سمعنا عن تصريحات رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي اللي بتأكد إنه هيتم رفع سعر الفايدة للدولار الفترة اللي جاية، بس السؤال بقى يا ترى إيه تأثير ده عليك أنت كمواطن؟ وأسعار الذهب هيكون مصيرها إيه؟ وإيه علاقة ده بالجنيه والدولار في مصر؟ خليك معانا في الفيديو ده علشان تعرف كل التفاصيل. اقتصاد العالم كله اتشقلب على حاله، وده بعد التصريحات اللي قالها رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الامريكي جيروم باول قدام الكونجرس، واللي اكد فيه انه بيتجاوز الحد الاقصى لاسعار الفايده باقوى اقتصاد في العالم التوقعات السابقه. يا عم بالراحه شويه علينا، احنا مش ناقصنا صدمات الفتره دي، ده الناس كلها كانت مستنيه كلام الراجل ده علشان يطمنهم على احوال اسعار الفايده الفتره اللي جايه. بس الراجل طلع وصدمهم وقال في كلمته بيانات الاقتصاد الامريكي كانت اعلى من المتوقع، وده اللي بيأكدوا ان اسعار الفايدة احتمال كبير تزيد من تاني بتوقعات اعلى من اللي اتقالت قبل كده. طيب وايه المشكلة يعني؟ ما يقول اللي هو عاوز يقوله. لا طبعا، خلي بالك التصريحات دي بتأثر على اسعار الذهب عالميا، وبتأثر كمان على كل اقتصاديات العالم، وفعلا بمجرد ما الراجل ده اتكلم اسعار الذهب عالميا تراجعت. ولو انت مش عارف ليه الذهب تراجع، فحب اقولك ان كل ما الفيدرالي يعلن عن زيادة الفايدة كل ما مكاسب الذهب هتقل، وده لان الناس هتشوف ان شراء الاصول بالعملة هتديهم فايدة اكبر. طيب ليه الفيدرالي مضطر ان هو يرفع اسعار الفايدة؟ بص يا سيدي، لو انت فاكر ان الاقتصاد الامريكي ما بيواجهش مشاكل زيه زي اي اقتصاد تاني تبقى غلطان، وده لانهم عندهم نسبة تضخم محتاجة تدخل سريع من الفيدرالي الامريكي او الاقتصاد كله ممكن يواجه حالة ركود. وده مش كلامي، ده كلام احد اعضاء البنك الفيدرالي الامريكي، واللي قال في تصريحات لي واللي اكد فيها كمان ان في احتمال كبير البنك الفيدرالي الامريكي يرفع الفايده بنقطه اساس في اجتماعه اللي جاي، وده لانه لما رفع الفايده لمستواها الحالي ما قدرش ان هو ينجح في خفض التضخم. علشان كده اكد عضو الفيدرالي ان قرارات البنك الفيدرالي اللي جايه هتكون علشان انها تجنب حدوث ركود اقتصادي في امريكا، علشان كده اولوياته هتكون القضاء على التضخم وهبوطه خلال الفتره اللي جايه. طيب الذهب كده اسعاره رايحه على فين وهل هتتاثر في مصر؟ الحقيقه ان اسعار الذهب محليا ارتفعت الفتره اللي فاتت رغم انخفاضها عالميا، وده طبعا بسبب تراجع مستويات الجنيه قدام الدولار، بس في عوامل هتاثر على اسعار الذهب عالميا الفتره اللي جايه. اما بقى اسعار الذهب محليا، فطبعا مش محتاجه اقول لك ان اسعار الذهب في مصر بتتاثر باسعار الدولار مقابل الجنيه في المقام الاول، علشان كده تراجع العمله بيكون عامل اساسي. علشان كده شفنا تراجع اسعار الذهب الفتره اللي فاتت مع استقرار اسعار الصرف في مصر، يعني قوه الدولار بتزود اسعار الذهب بشكل مباشر. بس اطمن لان خبراء الاقتصاد اكدوا ان الذهب استثمار امن على المدى البعيد ومخزون قيمته بتزيد مع الوقت، وبيفضل كمان احتياطي استراتيجي للافراد والدول اللي بتتحامى فيه في الازمات الاقتصاديه الصعبه، وده اللي اكده هاني ميلاد رئيس شعبه الذهب العامه، وواجه رساله للمواطنين بسبب تقلبات الاسعار، وقال انه مع تذبذب اللي بيحصل ممكن ان احنا نشوفه في الاقتصاد الفترة اللي جاية دي، فالذهب هيعتبر استثمار آمن بشرط لما تشتري تستنى عليه فترة كفاية علشان تحقق أرباح. ده كمان قال ان تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي اتسببت في انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 40 جنيه خلال 24 ساعة بس من اعلانها، ده هيخليه الفترة دي مناسب للشراء. انت بقى قول لنا رايك في تصريحات الفيدرالي الامريكي، وهل شايف ان ده فعلا انسب وقت لشراء الذهب ولا لا؟ اكتبوا لنا تعليقاتكم.